قبل يومين من الصمت الانتخابي، الوطنية للانتخابات تستعرض استعداداتها النهائية للماراثون الانتخابي، ومرشحو الرئاسة يكثفون حملاتهم الدعائية. عشرات الشهداء والمصابين في غارات المكثفة على غزة، والرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة التدخل الأمريكي للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه المتواصل على غزة. تواصل دخول المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى الأشقاء في فلسطين. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. يواصل مرشحو الرئاسة حملاتهم الدعائية في أنحاء الجمهورية استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل على مدار 3 أيام. ينظم المرشحون 4 مؤتمرات جماهيرية لعرض برامجهم الانتخابية على المواطنين قبيل دخول فترة الصمت الانتخابي الجمعة المقبل لمدة 2 يومين. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية، عقد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات. تناول المؤتمر الصحفي كافة التفاصيل الفنية واللوجستية اللازمة لعملية الاقتراع، وأوضح المستشار بن داري أنه تم تجهيز اللجان وكافة اللوجستيات، وذلك بحسب الضوابط بما يتيح للمواطن الإدلاء بصوته بسهولة ويسر. بالفعل تم تهيئة كافة المقرات اللجان الفرعية، وتم تجهيزها ووصول كافة اللوجستيات المتعلقة من سواتر وصناديق اقتراع، وتم معاينتها وفقا للضوابط اللي تم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتيح للمواطن أن يباشر حقه السياسي في مباشر حقوقه السياسية بسهولة ويسر. وتم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة، تم وضع الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع، ودي أول مرة نعملها بشأن ذوي الإعاقة السمعية. تم وضع بوسترات خاصة بذوي الإعاقة السمعية، وتم برضو إعداد بطاقة برايل، وتم استخدامها في خارج جمهورية مصر العربية وأتت ثمار جيدة، وتم تجهيز كافة اللجان الفرعية بكروت برايل تمكين ذوي الإعاقة البصرية لمباشرة حقوقهم السياسية مباشرة دون مساعدة. وأن الأصل العام كان وفقا للقانون يتيح لذوي الإعاقة البصرية الاستعانة برئيس اللجنة الفرعية. كما استعرض المستشار أحمد بن داري الإجراءات الخاصة بتصويت المغتربين في الانتخابات الرئاسية. وفي هذا الإطار أكد بن داري إتاحة استعلام المواطنين عن لجان المغتربين بمختلف المحافظات عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم قبول كافة طلبات تقريب اللجان للمغتربين من المحافظات. عدد المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية 9376 مقر انتخابي ما بين مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز شباب ووحدات صحية موزعة على مستوى الجمهورية. عدد لجان الاقتراع 11631 لجنة فرعية موزعة توزيعا جغرافيا، روع في التيسير على الناخب لتمكينه مباشرة حقوق سياسية. وفي هذا السياق كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت على موقعها قاعدة البيانات بعد توزيعها على هذه المقرات، وتم فتح باب الطلبات لتقريب
اللجان للناخبين. وبالفعل تلقت الهيئة الوطنية 5550 طلب، استجيب لكل الطلبات، وبالفعل تم تقريب كل من تقدم بهذه الطلبات إلى اللجان الأقرب له لإتاحة الفرصة للإدلاء بصوته. أعلن المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري أنه سيتم البدء في نقل القضاة المشرفين على الانتخابات. أضاف المستشار بن داري أن عملية النقل إلى مقر الاقتراع ستتم اعتبارا من مساء غد الخميس. ذاكر يتم نقل السادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بداية من مساء باكر، وروعي إعداد جدول لنقل السادة القضاة وفقا للمسافات على مستوى الجمهورية، وتم استخدام وسائل النقل على قطار، قطار النوم وقطار الركوب، وتم وضع جدول زمني واختر به السادة القضاة، وإن شاء الله هنكون في استقبالهم باكر لتوصيلهم للجانهم إن شاء الله. وحرصا على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري أنه تم توجيه الدعوات لكل السفارات المعتمدة لمتابعة العملية الانتخابية. كما أشار بن داري إلى أنه تم قيد العديد من المنظمات الدولية والمحلية فضلا عن وسائل الإعلام لمتابعة الانتخابات. تم توجيه الدعوات لكل السفارات الأجنبية المعتمدة لدى جمهورية مصر العربية لمتابعة العملية الانتخابية، وبالفعل تقدم 24 سفارة، وتباعا بيتم قيد باقي السفارات. عدد المتابعين الدبلوماسيين اللي تم قيدهم بالفعل 67 دبلوماسي متابع للعملية الانتخابية. تم قيد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع دولي. تم قيد عدد 62 منظمة محلية بعدد 22,540 متابع محلي. تم قيد عدد 528 متابع إعلامي دولي ما بين زائر ومقيم. وتم قيد 115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف. تم قيد عدد 70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بعدد 4218 متابع للتغطية الإعلامية. كما أكد المستشار أحمد بن داري أن الصمت الانتخابي سيبدأ من الثامن من الشهر الجاري ولمدة 48 ساعة. أضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن عمليات الفرز ستتم داخل مقر اللجان الفرعية عقب انتهاء الانتخابات. هيبتدي الصمت الانتخابي من يوم 8/12، الصمت الانتخابي لمدة 48 ساعة إعمالا لصحيح القانون، يعني يومين قبل الاقتراع. ومن هنا نقدر نقول أن الصمت الانتخابي المستهدف به أن لا يجوز لأي مترشح أو حملته الانتخابية التحدث عن البرنامج الانتخابي أو أي شأن من شؤون الانتخابات التي تؤثر على إرادة الناخب. والغاية المبتغاة من الفكرة بتاعته المشرع قصد من هذه الفكرة أن يمكن الناخب أنه يختار دون تأثير من يناسبه ويتم ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية ليقود البلاد خلال السنوات الستة القادمة. We'll be right back.
ننتقل بحضراتكم لنقل المؤتمر الصحفي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة. will be in Washington DC tomorrow. They will engage هنا المجموعة العربية والمنظمة سيكون في واشنطن يوم غد وسيشتركون في مناقشات مع المسؤولين الأمريكيين ويطلعونهم على رؤية كل الأمور التي قلناها والأمور الأخرى ذات الصلة. وعلى رأس الأجندة سيكون هناك طلب بإيقاف هذه الحرب ووقف إطلاق النار الفوري، وعليه أن يتم ذلك فورا. إن المستشار الأمن الوطني لنائب الرئيس الأمريكي اتصل برئاستنا يوما وأوضح رئيسنا واضحا الطلب بالوقف الفوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية ووقف النزوح الإجباري والهجرة التهجير القسري للفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها، ومطالبة المجلس الأمن باتخاذ القرارات العاجلة لإيقاف هذه الأمور. هناك كثير من الأمور العالقة مع بعضها البعض والتي التي تدعو جميعا إلى إيقاف إطلاق النار الفوري. وفي قطر وفي مصر نطالب أيضا بمواصلة جهودهم لمواصلة تبادل الأسرى وإطلاق سراح الأسرى، وبالتالي من هذا المنطلق الذي تم يوم الأسبوع الماضي علينا مواصلة لأن له قيمة لجميع الأطراف المعنية. هذا ما أردت أن أشاركه معكم قبل أن أعطي الكلمة لأخي من مصر، لكن سأقول بعض الكلمات باللغة العربية. كمجموعة عربية وإسلامية العدوان الهمجي الذي لم نشهد له مثيلا في الجزء الجنوبي من قطاع غزة وتحديدا مدينة خان يونس تطلب ويتطلب منا جميعا، كما دعت إلى ذلك قمة دول الخليج بوقف الإطلاق النار من ضمن عدة مسائل أخرى، وكما ينادي الأمين العام وكل منظمات الأمم المتحدة بأن أجهزة الأمم المتحدة في غزة الآن على وشك الانهيار الكامل. لذلك الأمين العام يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري. بوريل يدعو ويرتكز على موقف الأمم المتحدة في الدعوة لنفس الشيء. نحن في المجموعة العربية منذ الويكند ونحن في تواصل ما بيننا، وعقدنا اجتماعا طارئا البارحة، ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار محدد يدعو إلى وقف إطلاق نار والمراقبة حول تنفيذ هذا الوقف لإطلاق النار من قبل أجهزة الأمم المتحدة، من قبل الأمين العام. وربما نستطيع ربما قبل نهاية هذا اليوم أن نضع بين أيديكم صيغة التي نريد لمجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته بشأنها، وربما يتم التصويت على المشروع قبل نهاية هذا الأسبوع. نشكركم على التواجد معنا، أدعوكم إلى اللقاء معنا غدا الساعة 11 قبل الظهر بتواجد السفراء العرب وسفراء الدول الإسلامية وآخرين من أصدقائنا. أخي أسامة تفضل. Thank you very much, Dr. Riyad Mansour. Not much to add to what my dearest brother, Dr. Riyad Mansour, has stated. The Arab group is fully geared and mobilized to deal with the catastrophic situation that is happening before our eyes in Gaza in general, in southern Gaza. The worst of our fears is happening. We have been warning against the resumption of the military aggression, the Israeli military aggression, and hundreds of thousands of our brothers and sisters of Palestine are abandoned without a shelter in southern Gaza. We're calling the Security Council. ليس لديهم المأوى في جنوب غزة. نحن نطالب مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته. والمجموعة العربية مرة أخرى تطرق أبواب مجلس. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين.
تحية لكم من جديد. شهدت مدينة الغردقة فعالية مؤتمر جماهيري حاشد لتحالف الأحزاب تأييدا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات التي ستنطلق يوم الأحد المقبل. كان تحالف الأحزاب قد نظم عددا من المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات، ومن جانبه أشار أمين عام حزب المصريين بالبحر الأحمر هاني عبد السميع إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو تحفيز المواطنين للمشاركة في عملية التصويت، بالإضافة إلى دعوتهم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس مصر القادم. إن شاء الله احنا كلنا على قلب رجل واحد، لأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أبذل مجهود العشر سنين اللي عدت، تمام، والمجهود اللي هو أبذله موجود على الأرض الواقع بالفعل. جئنا إلى الغردقة لكي نوعي المواطنين في البحر الأحمر عن أهمية كثافة التصويت وما يعكسه هذا التصويت من فوائد محددة وملموسة للمواطن. هذه فوائد اقتصادية وفوائد سياسية. جينا اليوم عشان نؤكد على دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهمية الخروج إلى صناديق الانتخاب حتى نثبت للعالم ونبرهن بدليلا عمليا أننا نقف جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية، وأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو السند وخط الدفاع الأول عن مؤسسات الدولة بكامل مفادها. صندوق الانتخابات هو الصندوق اللي هيظهر حقيقة الشعور من المواطن إلى رئيس. صندوق الانتخابات هيتكلم ويقول إن المواطن المصري مرتبط برئيسه لعدة أسباب، استمرار الأمن والأمان، ودي أهم شيء زي ما دايما بنقوله، زي ما قلنا في المؤتمر، مزيد من التقدم، الرخاء للمصريين، الحفاظ على الأمن القومي المصري. نظمت أمانة التحالف الوطني بالفيوم مؤتمرا حاشدا بمركز إتصا بحضور أكثر من 10,000 مواطن في كافة قرى ومراكز المحافظة. أكد المؤتمر على أهمية المشاركة ونزول كافة المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي، مؤكدين دعمهم الكامل للدولة المصرية في ظل التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة. وأعلن حضور تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار. احنا النهارده في المؤتمر الختامي للتحالف الوطني في مركز إتصا قبل الصمت الانتخابي، وزي ما حضرتك شفتي ان الحشد كان عدد كبير جدا معدي ال 5-6,000 كمان، رغم ان دي كان حاجه بسيطه في اخر حاجه في التحالف او المؤتمرات الاخيره، والناس كلها ما شاء الله، يعني احنا لاقيين، يعني مش عايز اقول لك ان لو انت بتدعي 10,000 5,000 بتلاقي 10,000 جولك، يعني فاهمه، الناس فعلا عندها استعداد للمشاركه رهيبه. بنحس الناس للمشاركه في الانتخابات في خلال الثلاث ايام، ولازم المراحل العمرية كلها تبان للناس عشان الناس نسوق لمصر بره ان كل الناس مشاركة، مش ستات بس ولا رجالة بس ولا شباب بس، لازم كل الناس تبقى مشاركة. اتحولنا الفرصة ان احنا نقدر ندعم الوطن وندعم مصر في شخص السيد الرئيس. ان شاء الله محافظة الفيوم هتبقى الاولى على الجمهورية في دعمها للسيد الرئيس، مش بالكلام، بالاصوات، وبنقول له احنا وراك وفي ظهرك ومش هنسيبك، وان شاء الله مصر احسن واحسن. تختتم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند جمامة نشاطاتها الدعائية مساء اليوم، حيث تعقد آخر مؤتمراتها الجماهيرية بمسقط رأس المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند جمامة بقرية مانيا الشيحة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصرية أحمد الحسيني. أحمد، يعني بعد التحية تطلعنا على تفاصيل المؤتمر الجماهيري وما لديك من مشاهد رصدتها في هذا المؤتمر. بالفعل هذا هو المؤتمر الخامس والختامي للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة هنا في مسقط رأسي في محافظة الجيزة، تحديدا في مانيا الشيحة التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة. كان الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة لرئيس حزب الوفد قد بدأت حملاتها الانتخابية في محافظة بورسعيد، ومنها انتقلت إلى عدة محافظات أخرى منها البقالية ثم محافظة الغردية وتحديدا في مدينة طنطا، وأيضا في منطقة المرج في محافظة الحلوبية، وهنا في محافظة
محافظة الميزة اختارت أن تختتم حملاتها الانتخابية بمسقط رأس المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، وذلك قبل موعد الصمت الانتخابي الذي يبدأ في 8 ديسمبر بعد غد بإذن الله. تحدثنا مع عدد من الوفديين سواء أعضاء مجلسي النواب أو الشورى تابعين لحزب الوفد، أعربوا عن رغبتهم في أن تشارك جموع المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 التي تبدأ في الداخل يوم الأحد القادم بإذن الله على مدار 3 أيام، وأيضا أعربوا عن إعجابهم وانبهارهم بمشاركة المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الأيام الماضية في 121 دولة على مستوى العالم. هنا المؤتمر لم يبدأ بعد، نحن ما زلنا في انتظار حضور المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، ومن ثم سوف تبدأ فورا فعاليات هذا المؤتمر الخامس والختامي لحزب الوفد أو للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد. أشكرك جزيل الشكر أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. نظم حزب الشعب الجمهوري المؤتمر الرابع للمرشح الرئاسي حازم عمر بمدينة بنها وسط حضور جماهيري وعدد من قيادات الحزب. استعرض المرشح ورئيس الحزب حازم عمر خلال كلمته ملامح برنامجه الانتخابي، مناشدا المواطنين بالنزول للتصويت في الانتخابات الرئاسية وتصدير صورة لائقة للعالم واختيار مرشحهم بالصندوق. يأتي هذا قبل بدء فترة الصمت الانتخابي والمقررة غدا الخميس، استعدادا لانطلاق التصويت في الداخل أيام 10، 11، و12 من الشهر الجاري. غدا منتصف الليل سيكون الصمت الانتخابي. خلاص احنا في المرحلة النهائية، لم يعد أمامنا غير الصناديق، ولم يعد أمامنا إلا أن نحتشد أمام اللجان. نزل الناس اللي بيحبنا واللي عاوزنا وكمان واللي مش عاوزنا، خليه ينزل، علمه انه يكون فاعل وايجابي ويشارك، لان بالمشاركة ارادة الشعب المصري هي اللي تتحقق. ضعف المشاركة لن تحقق ارادة الشعب المصري. احنا عايزين ولادنا يكونوا احسن مننا. وللمزيد حول المؤتمر الختامي للمرشح الرئاسي حازم عمر ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العينين. نعم، نحن الآن موجودين في السرادق المقام في مدينة بنها، هذا السرادق الذي يقام به المؤتمر الرابع للحملة الرئاسية للمرشح لانتخابات الرئاسة السيد حازم عمر، وهو مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري. هذه الانتخابات الرئاسية التي تم التصويت عليها في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الماضيين، ويبدأ الصمت الانتخابي للتصويت في الداخل بدءا من منتصف ليلة الغد الخميس، وتبدأ الانتخابات أيام 10، 11، و12 الأحد والاثنين والثلاثاء مطلع الأسبوع القادم. يعد هذا هو المؤتمر الأخير قبيل الصمت الانتخابي للمرشحين للانتخابات الرئاسية انتخابات مصر 2024 على منصب رئيس الجمهورية، تلك الانتخابات التي يتنافس عليها 4 مرشحون في هذه، يخوضون جميعا هذا السباق من أجل منصب رئيس الجمهورية. من هنا من مدينة بنها في محافظة القليوبية كان لدينا هذا المؤتمر الذي حضره لفيف من أعضاء حزب الشعب الجمهوري والكثير من مؤيدي المرشح حازم عمر، وأيضا من الجمهور الذي يريد أن يتعرف على البرنامج الانتخابي للمرشح، فضلا عن السيد حازم عمر والذي قال كلمته الأخيرة قبيل الصمت الانتخابي كما ذكر في كلمته.
وبهذا تنتهي ويزدى الستار على هذا أو هذه المؤتمرات الشعبية. والآن ينتقل الموضوع إلى برمته إلى كلمة الناخبين في الانتخابات مطلع الأسبوع القادم. احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما أمكن عن أهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. إلى غزة، حيث استشهد وأصيب العشرة جراء تواصل الغارات على مناطق متفرقة من القطاع. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مكثفا على شمال ووسط وجنوب القطاع، حيث استهدفت قوات الاحتلال منازل بمخيم نصيرات وسط القطاع وفي خان يونس، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين. بينما تواصل عناصر الدفاع المدني انتشال الشهداء والمصابين من تحت أنقاض المنازل المهدمة. في هذه الأثناء واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي على أحياء تفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزة وعلى شرقي خان يونس والفخاري وخزاعة وعبسان. هذا وقد أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 16,250 شهيدا، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، أغلبهم من النساء والأطفال. وأكدت الصحة أن من بين الشهداء 1,240 منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مطلع الشهر الجاري، مشيرة إلى أن عدد المصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلي في القطاع تخطى 40,000 إصابة. وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد النازحين قسرا بلغ نحو 1,900,000 نازح بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، يمثلون أكثر من 80% من تعداد سكان القطاع. إلى هذا، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. طلب بوردينا بتدخل دولي عاجل، وقف العدوان المتواصل قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه. الأسوأ لم يأتي بعد، هذا هو لسان حال آلة الحرب الإسرائيلية وعدوانها الغاشم على العزل من أهالي فلسطين. فقد عاد الاحتلال الإسرائيلي إلى معاركه بصورة أكثر وحشية وضراوة، ولا سيما بحي الشجاعية ومدينة جباليا التي يعيش فيها نحو 200,000 فلسطيني، إلى جانب 56,000 نسمة في مخيمها. وفي هاتين المنطقتين بدأت البنايات السكنية تتهاوى بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل، حيث استهدفت قوات الاحتلال مربعات سكنية بأكملها. صحيت يعني يدوبي هيك بعمل في إشي بجوعني رقبتي، حس أني ما حجر، أنا بعمل هيك لقيتها حيطة. الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بشن غاراته من سماء القطاع، بل عمد إلى تفعيل سلاح المدفعية في الجوار ليشن هجماته على أحياء التفاح والدرج في مدينة غزة وعلى شرقي خان يونس والفخار وخزاعة وعبسان. وتحديا للمجتمع الدولي وقانونه، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلا من القنابل الفسفورية والدخانية المحرمة دوليا باتجاه وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وتحدثت مصادر في الدفاع المدني الفلسطيني عن أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى من ضحايا العدوان المتواصل دفنوا تحت الأنقاض مع صعوبات في انتشالهم، حتى إن مدارس الأونروا التي تأوي نازحين لم تسلم من الاستهدافات، بل أصبحت تلك المناطق ضمن بنوك أهداف إسرائيل اليومية، ليسقط في أحدث انتهاكاتها شهداء ومصابون جراء ضربات على مدرسة تؤوي نازحين في بني سهيلة شرق خان يونس. مجازر الاحتلال الإسرائيلي تتواصل مجزرة تلو الأخرى دون اكتراث من المجتمع الدولي سوى بالقول، فتعلو عقب كل مجزرة التصريحات المنددة وتخفت في المقابل الأفعال.
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة التدخل الفوري للإدارة الأمريكية والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة. جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله مبعوث البيت الأبيض مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأمريكي فيليب جوردن. وأكد الرئيس الفلسطيني أن آلة القتل الإسرائيلية استباحت كل المحرمات باستهدافها المدنيين والمستشفيات ومراكز الإيواء، ولم تدع أي مكان آمن يلجأ إليه أبناء الشعب الفلسطيني من هذه المجازر التي ترتكب بدون محاسبة من قبل المجتمع الدولي. قال خبراء اقتصاديون إسرائيليون إن تكلفة العدوان الحالية على قطاع غزة هي الأعلى في تاريخ جولات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث بلغت حتى الآن 191 مليار شيكل، بينما لا يزال ملف تمويل الحرب مفتوح. كما تراجعت قيمة الشيكل بنسبة 30% أمام الدولار بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة. وجهت السيدة انتصار السيسي الشكر للهلال الأحمر المصري على المجهودات العظيمة التي يقوم بها دعما للأشقاء في غزة. جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لمركز استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإغاثية والصحية التابعة للهلال الأحمر. وأشادت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعمل أعضاء الهلال الأحمر من شباب ورجال ونساء من كل الأعمار في ملحمة إنسانية متكاملة لتجهيز المساعدات دعما للأشقاء في غزة. هذا ويواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. استقبل المطار اليوم الطائرة 35 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة بحمولة 10 أطنان من المساعدات. وكان المطار قد استقبل خلال الساعات الماضية طائرات من الكويت والعراق والأردن محملة عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، هل لك أن تطلعنا على الجديد حول المساعدات التي تصل من المختلف الدول وذلك إلى مطار إلى مدينة ومعبر رفح، ويعني كم هذه المساعدات التي وصلت حتى الآن والاستمرار وتواصل وصول هذه المساعدات؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرتم هذه المساعدات الإغاثية ما زالت مستمرة منذ بداية العدوان على الأشقاء في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، لم تتوقف منذ أن فتحت مصر الجو في مطار العريش الدولي لاستقبال جميع المساعدات سواء كانت لوجستية أو مواد غذائية أو مستلزمات طبية وأيا كان نوع هذه المساعدات ليتم إيصالها إلى الأشقاء في فلسطين عبر الهلال الأحمر المصري. نتحدث عن
وصول أكثر إلى الأشقاء من فلسطين، أكثر من 70 شاحنة حتى الآن، بالإضافة إلى شاحنتي وقود هذا خلال الأمس واليوم. نتحدث عن هذه الشاحنات وصلت بالفعل إلى الجانب الفلسطيني، ربما تعرقل دائما قوات الاحتلال دخول هذه الشاحنات، حيث أنه يتم تجهيز مئات الشاحنات يوميا. اليوم فقط أكثر من 100 شاحنة تم تجهيزهم بالفعل أمام بوابة معبر رفح المصري، ولكن تكدس الشاحنات في الناحية الأخرى عند الجانب الفلسطيني هو ما منع دخول هذه الشاحنات، حيث أن قوات الاحتلال هي من تعرقل دخول 70 شاحنة خلال 3 أيام فقط، أي أقل من 20% من المعتاد حتى خلال أيام الهدنة. ولكن هذا لا يمنع أيضا وصول عدد من الطائرات محملة بالمساعدات الغذائية التي تنتقل إلى المخازن، ثم بعد ذلك تتحرك إلى معبر رفح المصري، وأيضا خروج عدد كبير من المصابين يتلقوا العلاج من الأشقاء الفلسطينيين. حضر اليوم إلى الأراضي المصرية ما يقرب 19 مصابا، وأيضا خروج عدد كبير من مزدوج الجنسية. بشكل عام وصل عدد الطائرات الذي وصل إلى مطار العريش الدولي حتى الآن أكثر من 280 طائرة، بالإضافة لعدد كبير أيضا من شاحنات الوقود التي دخلت إلى معبر رفح المصري. تحدث عن أقرب من 180 ألف لتر من الوقود دخلوا بالفعل إلى الأشقاء فلسطين، مع استمرار بالطبع هذه المساعدات والمجهودات المصرية لعبور هذه المساعدات إلى الأشقاء فلسطين. أشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطية الوافية كريم بابرس من مدينة العريش، شكرا جزيلا لك. نظم كيان شباب مصر بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الشرقية حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين. تم ذلك بالتنسيق مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمدينة الزقازيق، وشهدت الحملة إقبال المواطنين من الفئات والأعمار المختلفة للتبرع بالدم، فضلا عن مشاركة العديد من المتطوعين الشباب والفتيات بالمحافظة. هذا وقد لاقت الحملة إعجاب العديد من المتبرعين الذين أعربوا عن خالص دعمهم للإخوة الفلسطينيين. حملة التبرع دي لصالح إخواننا في غزة، طبعا كلنا لازم نقف جنب إخواننا في غزة، هم محتاجين لكل قطرة دم. وطبعا زي ما احنا تعودنا ان مصر دايما سباقة في مساعدة اخوانها العرب. احنا النهاردة موجودين في فعالية التبرع بالدم لأهالينا في غزة، والنهاردة حصل تجمع كتير للشباب متبرعين وجم اتبرعوا بالدم ومستنيين، وربنا ييسر الامور ان شاء الله. نزلنا نشارك في نقطة دم تحيي انسان لاخواتنا في غزة، وتحالفا مع الدولة وقوفها جنب ومساندتها جنب لأبناء غزة. فنزلنا نتبرع بالدم وبناشد أهل الشرقية وشبابها الكرام الجميلة إن هم ينزلوا يتبرعوا بالدم. السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. هيئة قناة السويس تؤكد عدم توقف حركة الملاحة في القناة بعد تعطل سفينة حاويات. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أنه تم الدفع بأربع قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات وان أورفيوس، وذلك بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى هولندا. أوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة في الكيلو رقم 74 ترقيم قناة وفقدانها التوجيه، تم إعطاء تعليمات بالرباط للسفن خلفها، بالإضافة إلى الدفع على الفور بأربع قاطرات. ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة تطمئنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية.
تتواصل فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيدكس، حيث يشهد إقبالا كبيرا وإشادة واسعة من الزائرين الذين عبروا عن مدى قدرة مصر وقواتها المسلحة على تنظيم فعاليات دولية عالمية. المزيد حول فعاليات معرض إيدكس يطلعنا عليه رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم ولكل متابعينا من داخل مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، حيث استمرار فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023. هذا المعرض الذي يشارك به أكثر من 400 شركة عارضة في مجال التسليح والدفاع والصناعات الدفاعية والأمنية من مختلف أنحاء العالم، يمثلون أكثر من 40 دولة. هذا المعرض الذي يشهد من خلال فعالياته توقيع لعدد من البروتوكولات، واليوم من خلال الكثير من الأجنحة منها الجناح المصري تم توقيع عدد من البروتوكولات من قبل الهيئة العربية للتصنيع وعدد أيضا من الشركات العالمية منها الشركة العالمية الفرنسية في مجال سواء التسليح أو أيضا الصناعات الدفاعية وعمرة الطائرات وغير ذلك من المجالات الخاصة بالصناعات الدفاعية والعسكرية. هذا المعرض الذي يعد مظلة كبيرة وتجمع عسكري كبير جدا لمن يهتم بهذه الصناعات، وله شهرة كبيرة في هذا المجال، مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، وتستمر أيضا الفعاليات حتى 7 ديسمبر الحالي. هذا هو المشهد، وإليكم الكلمة. والآن نتحول معا في نشرة السادسة لأهم أنباء المال والأعمال، والتفاصيل نتابعها مع الزميلة ميرنا. إليك ميرنا. شكرا لكم إلهام وريهام، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. تعمل شركة الفيوم لصناعة وتكرير السكر التابعة للدولة على زيادة معدلات ضخ السكر بالأسواق، والمزيد يطلعنا عليه الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نحييكم من شركة الفيوم لصناعة وتكرير السكر، وهي إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية. نتابع معكم اليوم جهود الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة الضخ اليومي من السكر للوصول إلى المواطنين في المجمعات الاستهلاكية. هذا المصنع اليوم نشهد على ضخ كميات كبيرة من إنتاج السكر ليصل للمواطنين. نتحدث تحديدا في هذا المصنع الذي ينتج 275 ألف طن سنويا، ما يقارب 2000 طن يوميا. هذه الشاحنات من خلفي تقوم بتحميل كل إنتاج السكر، نتحدث عن 2000 طن يوميا، يذهب إلى المنافذ ويذهب إلى المجمعات الاستهلاكية المختلفة التابعة لوزارة التموين. العمال يواصلون العمل على مدار الساعة لضخ مزيد من الكميات سواء داخل المصانع أو داخل هذا المصنع تحديدا، وهو يعني ضمن 4 مصانع تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. هذه هي الصورة من شركة الفيوم لصناعة وتكرير السكر، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية. عودة إليكم مرة أخرى. ترأس وزير البترول طارق الملا جلسة نقاشية حول تسريع وتيرة إزالة الكربون والتحول الطاقي ضمن فعاليات يوم الطاقة بالجناح المصري بمؤتمر المناخ كوب 28 المقام حاليا بالإمارات العربية المتحدة. تناولت جلسة الرؤى والمسارات الرئيسية لإزالة الكربون والتحول الطاقي، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين مختلف أطراف الصناعة لدعم وتسريع جهود إزالة الكربون، وكذلك سبل تعزيز التكامل بين الحكومات والمؤسسات المالية لحشد المزيد من الاستثمارات لدعم تلك الجهود. في
في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط تراجعاً بسبب أن تخفيضات إنتاج النفط الجديدة لمجموعة أوبك بلس ستكون في الربع الأول من عام 2024 وليس حالياً، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 2.6% ليسجل 75.61 دولاراً للبرميل، فحين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 2.35% ليسجل 70.62 دولار للبرميل. كما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 1.97% لتصل إلى 2.58 دولار للتر. وفي المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 26% لتسجل 2.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد وزير المالية السعودية محمد الجدعان أن تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المملكة في إطار اتفاقيات أوبك بلس تؤثر على إيرادات الحكومة، وأضاف في مؤتمر صحفي عقب إعلان ميزانية عام 2024 أن المملكة قررت مع شركائها في أوبك وأوبك بلس تخفيضا كبيرا جدا في الإنتاج، هذا بالتأكيد يؤثر على الإيرادات. وجاء في بيان الميزانية أن متوسط إنتاج النفط بلغ 9.8 ملايين برميل يوميا بحلول شهر سبتمبر بانخفاض يقدر ب 6.9% عن العام السابق، ذلك بسبب التزامات السعودية تجاه أوبك بلس. انتهت أخبار الاقتصاد وأعود إليكم مرة أخرى إلهام وريهان. شكرا ميرنا. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار. قبل يومين من الصمت الانتخابي، الوطنية للانتخابات تستعرض استعداداتها النهائية للماراثون الانتخابي، ومرشحو الرئاسة يكثفون حملاتهم الدعائية. عشرات الشهداء والمصابين في غارات مكثفة على غزة، والرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة التدخل الأمريكي للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه المتواصل على القطاع. تواصل دخول المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى الأشقاء في فلسطين. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.